هل يجب على المرأة تغطية وجهها عند أداء العمرة؟ تغطي وجهها عن الرجال سواء في العمرة أو في الصلاة، أو تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال غير محارم مطلقة، سواء كانت في طواف أو في صلاة أو في أي مكان تغطي وجهها. نعم، لكن المحرمة لا تغطي وجهها بالبرقع أو النقاب، تغطيه بالخمار أو الشيلة أو الثوب. نعم.